السلام عليكم أعزائي، أتمنى أن تكونوا بصحة جيدة. بونجور مشير، جيسبيغ كو فوز الي بيان. درس اليوم هو درس من دروس لا لونغ أو اللغة، خاصة لا كونجيغيزون. ستتعرفون في هذا الفيديو على كيفية تصريف الأفعال بمختلف مجموعاتها في لامبارفي دو لانديكاتيف. درس يهم الصغار وكذلك الكبار في جميع المستويات، سواء المتمدرسين أو غير المتمدرسين. لا تنسوني دائما بالاشتراك والإعجاب ليصلكم كل جديد. السؤال المطروح أمامنا أولا، Pourquoi on conjugue les verbes à l'imparfait de l'indicatif؟ لماذا نصرف الأفعال في l'imparfait de l'indicatif؟ الجواب سيكون بذكر المختلف les valeurs de l'imparfait de l'indicatif. En général, on utilise l'imparfait de l'indicatif, pour exprimer une action qui a eu lieu dans le passé et qui a duré un certain temps. عندما نريد أن نحكي، يعني لأنه هو l'imparfait c'est un temps du récit، يعني زمن يستعمل للحكي. عندما نحكي عن أحداث أو أفعال أو أنشطة حدثت في الماضي وحدثت مدة من الوقت، يعني استغرقت مدة من الوقت، نستعمل l'imparfait. أو عندما يكون الفعل متكرر أو كي سي ريبيتي، يعني يتكرر، في هذه الحالة نستعمل l'imparfait. كمثال نأخذ الجملة: Quand j'étais petit, je venais souvent dans cette maison. عندما كنت صغير غالبا ما كنت آتي إلى هذا المنزل. D'habitude, الحديث عن العادة أو الحكي عن العادة. مثال: Tous les jours, j'aide mon père à faire la vaisselle. كل يوم أساعد أبي في غسل الأواني. Aider, le verbe aider conjugué à l'imparfait. يعني نحكي عن شيء أفعله كل يوم يتكرر، يعني عادة. L'imparfait من أجل الوصف s'emploie dans les descriptions, سواء إنسان، حيوان أو جماد. Sa chevelure était longue et soyeuse. شعرها طويل ورطب. Était le verbe être conjugué à l'imparfait. أنه يستعمل عندما نحكي عن شيء في الباسي سامبل أو الباسي كومبوزي، هو يكون في الماضي البعيد. عندما نريد أن نحكي عن شيء حدث في الماضي هناك ماضي أبعد، نستعمل l'imparfait، يعني second plan. بعد أن تطرقنا لي فالور دو لامبارفي، يعني متى نستعمل لامبارفي دو لانديكاتيف، نتحدث الآن عن كيفية تصريف أو كونجيغي لي فيرب أ لامبارفي دو لانديكاتيف بالنسبة لجميع الأفعال في جميع المجموعات، لي فيرب دو بخومي كوب، دوزيام كوب، تخوازيام كوب. عندنا نفس لا تغمينيزون، سنتحدث عن خصوصية كل مجموعة. نبدأ بلي فيرب دو بخومي كوب. مثال: لي فيرب إيمي، إيمي سي أن فيرب دو بخومي كوب. لاحظوا معي، ينتهي ب وسنطبق الطريقة التصريفية على جميع أفعال المجموعة الأولى، يعني لي فيرب دو برومي كوب كي سو تيرمين افيك او ار على فان. دونك جو كونجيك لو فيرب الامبارفي: جي ايمي، تو ايمي، ايل، ال، اون ايمي، نوز ايميون، فوز ايميي، ايل، ال، زيمي. كي نصرف الفعل الامبارفي ماذا فعلنا؟ قمنا بالاحتفاظ بلغة ديكال الذي هو أصل الفعل اي ام او ام، وحذفنا ER ER لا ترميزون دو لانفينيتيف، عوضناها بلا ترميزون دو لامبارفي التي هي IS IS AIT EONS EEZ IEONT. وسيكون هاد لا ترميزون لجميع الأفعال في جميع المجموعات، يتغير فقط لو راديكال من مجموعة إلى نمر إلى أفعال مجموعة ثانية. مثلا غيفليشير، نأخذ فعل غيفليشير: جو غيفليشيسي، Tu réfléchissais, ils, elles, on réfléchissait, nous réfléchissions, vous réfléchissiez, ils, elles réfléchissaient. في الفعل نقوم بتحويله إلى الانفينيتيف لنحصل على لو راديكال أو أصل الفعل. بعد ذلك نحذف ir de l'infinitif ونترك réfléchir. إلا أننا هنا عندنا réfléchis avec اي 2 اس، هذا نحصل عليه عن طريق تصريف الفعل بروميير بيرسون دو بلوريال نو او بريزون دو لانديكاتيف. نو ريفليشيسون، نقوم بالاحتفاظ بلو راديكال ريفليشيس ونضيف اليه لا تيرمينيزون دو لامبارفي، كما قلت ان لا تيرمينيزون دو لامبارفي لا تتغير من مجموعه الى اخرى، التي هي كما قلنا اي اس
AS AIT IONS IEZ AIENT. إذن la terminaison لا تتغير بل يتغير فقط le radical من مجموعة إلى أخرى. ما يخص أفعال المجموعة الثالثة أو les verbes de troisième groupe هما يسموا أيضا les verbes irréguliers. لماذا؟ لأن le radical change. الراديكال هو أصل الفعل يتغير. فإننا نطبع نفس الطريقة التي طبقنا في فعل دوزيام جروب إلا ما عدا الفعل إتر. فإن الفعل إتر لا نطبع فيه تلك الطريقة. نأخذ مثال سهل لنفهم أكثر. الفعل prendre. prendre بتصريفه au présent de l'indicatif في الضمير الأول من pluriel أو الجمع يعني nous يعني au présent de l'indicatif au première personne du pluriel nous. Nous prenons وبعد ذلك نقوم بالراديكال de nous ونقوم بتغيير فقط la terminaison ons ونعوضها بla terminaison de l'imparfait التي هي ions وبعد ذلك نطبع نفس الطريقة بحيث أننا نحتفظ بنفس الراديكال في جميع les personnes نغير فقط la terminaison على حسب les personnes je prenais ais Tu prenais AIS. Il, elle, on prenait AIT. Vous preniez IEZ. Il, elle, prenait AIONT. يعني نفس الطريقة تطبع في جميع الأفعال. نحتفظ بالراديكال وغير verbe boire. أو لنأخذ le verbe boire. نطبع القاعدة. Nous buvons. Au présent de l'indicatif première personne du pluriel. Nous buvons. ونقوم بحذف ONS ونعوض ب la terminaison de l'imparfait. Je buvais AIS. Tu buvais AIS. Il, elle, on buvait AIT. Nous buvions IONS. Vous buviez IEZ. Il, elle, buvait AIONT. إذن نفس القاعدة تطبع. أما بخصوص les auxiliaires أو La conjugaison des auxiliaires fait nafs la terminaison. Le verbe être, j'ai été, AIS, tu étais, AIS, il, elle, on était, AIT, nous étions, IENS, vous étiez, IEZ, ils, elles étaient, AIT. Le verbe avoir, j'avais, AIS, tu avais, AIS, il, elle, on avait, AIT. Nous avions IONS, vous aviez IEZ, ils, elles avaient AIENT. Et donc, comme vous l'avez dit, la terminaison de l'imparfait ne se change pas d'une majmoua à l'autre. Dans toutes les affaires, la terminaison. Il faut l'échare à quelque chose d'important dans la majmoua la première, qui est les affaires qui sont finies par IER ou YER. Comme tel, le verbe oublier ou essayer oublier avec ier عندما نقول نو يجب اضافه اي ثانيه لان كما تعلمون لو راديكال دو اوبلي سي avec اي دونك nous oublions vous oubliez 2 i ons 2 i ez essayer لا ننسى اضافه اي بعد y nous essayons avec IONS vous essayez IEZ. وصلنا الى نهايه ولم يبقى لنا الا القول ميرسي بيان بور فو توس. شكرا لكم جميعا ولا تنسونا بسابوني او اشتراك تفعيل جرس واعجاب او لايك او جيم لمحتوى القناه لكي تدعمونا لكي يصلكم دائما الجديد ونعطي اكثر.